مرحبا يا جماعة الخير، أنا اليوم في زيارة إلى منظمة السراج، منظمة مجتمع مدني فيها أعمال خيرية كثيرة تدعم الجالية العربية والعراقية. هذه المنظمة تقوم على رأسها سيدة عراقية فاضلة. اليوم أنا في تغطية خاصة لنشاطات هذه الجامعية، خليكم وياي. الآن وياي الست انتصار الجبوري رئيسة الجمعية. مرحبا أست انتصار، أهلا وسهلا. شلون زين؟ إن شاء الله. أهلا وسهلا. جهود مباركة متابعة الجمعية ما شاء الله. شكرا. جاي تفسح، احكي لنا عن الجمعية يمتى تأسست وعنك أنت شخصيا. إن شاء الله. أنا انتصار الجبوري، مديرة منظمة السراج. هي منظمة غير ربحية تساعد الجالية العربية والإسلامية أو حتى غير العربية، المهم أنه يكونون نيو كومرز ولو إنكم. زين، شنو طبيعة الأشياء اللي تقدمونها هنا بالجمعية؟ احنا عندنا هواية نشاطات حتى نساعد القادمين الجدد وخصوصا النساء على التعايش في البلد هنا، خصوصا في هذه الغربة. منها احنا سوينا يعني نشاط تعليم الخياطة من الصفر، من الابتدائي، من المستوى الابتدائي الى يطلع الى الست تطلع بروفيشنال بالخياطة. بالمناسبة انا بس كنت اريد اشوفك نتائج الخياطة الطالبات هذه، خياطة مدة شهرين. المرأة او الطالبة دخلت ما تعرف شيء من الخياطة، حتى يعني الماكينة ما تعرف اساسياتها ولا التفصيل، وهذا نتائجهم بعد شهرين من الدورة. ممتاز ممتاز. الدورة الجديدة ان شاء الله راح نبديها قريبا ان شاء الله، هي الحلاقة للنساء والاطفال. هذه هم تدعم المرأة بتحقيق شيء من التجميل لها. وعندنا دورة جديدة هو الرسم على الزجاج حتى تساعد المرأة، يعني نسوي تنوع من الفنون تحت رغبات السيدات. طيب احكي لي على النشاطات الأخرى اللي هي توزعون مساعدات غذائية وأيضا ملابس. نعم. للفقراء. نعم، اتفضل وياي للمخزن واحكي لك. احنا عندنا مشاركة ويا ناشونال زكا فاونديشن، جهزنا بالسلات الغذائية للعوائل المنتسبة إلى منظمة سراج. تمام. قد ما تكون عوائلنا مثلا 100 150 120، بس يكونون لو إنكم وفعلا مستحقين للزكاة، مستحقين لهاي السلة. هذا ملابس. هو المخزن اللي للتبرعات، هذا 90% هو فور فري للتبرع. أي عائلة تجي حتى لو عندها إمكانية تريد تيجي تشتري، تجهز أولادها ونفسها يعني من جاكيتات وملابس وأحذية وأجهزة منزلية كهربائية وعادية، ويأخذون فور يعني ببلاش مجانا مننا. كلها إيه مننا مجانا، وهم نجهزهم بالأثاث. أيضا الأثاث من المتبرع، يستلموه من نفس المتبرع. نحاول نجهز وسائل النقل ونوصلها للمستفيد. أنا موسى من سوريا، مساعد جمعية سراج للعمل التطوعي في كندا، ونساعد نحن بدون أي مقابل، يعني نساعدهم بلاش إلا أيام إذا تكون الترك يكون مشاوير بعيدة، ناخذ أجور رمزية بسيطة للي شغل نحن نوصله للزبون. يعني أنا هنا عندنا قادمة جديدة صار لي شهرين، فساكنة قريبة من خالة، فتعرفت على خالة. خالة هي تساعدني يعني بهواية شغلات، منها معلومات إرشادات، وأيضا قمت أنا من أنه أساعدها كترتيب الأغراض، تجهيزها، تسجيل الأسماء، نجهز الأغراض لتوزيعها. سندتنا بهواية أشياء اللي هي كانت حاجات وغراض كان عندنا،
لكذا إلى والدتي، فهي وزعتها أختها وزعتها على عوائل محتاجة. فأني أشوف هذا فد موقف جدا حلو من أجها ما ينسي. النشاطات الأخرى اللي دنمارسها هي تبرعات إلى المخيمات في شمال حلب وإدلب، وهاي التبرعات اللي تجي للجمعية نفسها. والنشاط الأخير أو المشروع الأخير وأنا أشوفه كلش مهم هو إكرام ميت. مثل ما تعرف يعني هنا الإكرام ميت تكاليفه كلش عالية، ومو كل العوائل يقدرون يغطون هاي التكاليف. فاقترحنا على بعض المتبرعين إنه يستمرون بعطاء $20 شهريا ومستمرة ما ينقطعون حتى نجمع هل نقدر عليه نساعد بالعائلة المتوفي.